قام بالميناء البري من الملاء تقبض على المتهمين في ظلم النظام دمغة الضرائب دمغة الضرائب هاي الان هاي 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 خدهم بس ادينا الحق اي حاجه ما رسميه هنا الام كله نحن عارفينه بس عشان انت نساء معاكم ما بقي لا ادينا الحاجه ضرب هاي تعالك حاجه لا حاجه كلها معروضه اوبيك يا حاجه طيب كلها معروضه ادينا الاوبيك يا حاجه طيب اي حاجه اوبيك ادينا انا اسمع كلام يا عمنا اوبيك ادينا اليوم هاي ولا ابو كله اي حاجه اوبيك ده مره رشيد ده منو هاي السلام عليكم. عليكم السلام. ابو زيد احنا لجنه المقاومه. مين البري؟ مين البري؟ هذا هو الفتاة. هذا هو الفتاة. هذا هو الفتاة. هذا هو الفتاة. جيب لنا الصور اللي هناك. يا فاضلين. طلع طلع يا حاج. طلع علبك الحاجات. طلع الحاجات. استعجل. اسمع الحاجات دي كلها. دق لي معاوي جيب العربيه. يا راجل يا راجل هاي نفس نفس طوالي نفس نفس هاي طلع عليهم نفس فاسدين فاسقين هاي عندك الملبسات كلها هاي عمي طيب يا انت والله قدر ما عندك اي ذنب نحن عارفين في راسه منو الكلام ده من قبل 20 سنه من قبل الاستاذ مش عارفين نحن فساد اكفي الباب لكن الان طلع قبلك قبلك قبلكم كل الحاجات دي كلها فرتقه انت انت جوه برا برا اسلوب كويس على حاجه اي حاجه عشان ما نغششك في اشكاليه عشان ما نغششك في اشكاليه اللي عندك اللي دفاتر في حاجه دينا اليوم فاضل اثنين يجيبوا في مكتب الماليه رشيد 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 انت سبعة سبعة هنا طب سبعة هاي سبعة قبل سبعة سبعة هنا